ما أجمله قلب يحمل هم أخي، في العسر له يسر، في الحزن يواسي. كن عونا للناس دوما، تنادينا خواطرنا. تقولوا هي ايه المشكلة؟ ايه اللي حصل؟ طيب انا والله في الوقت ده كنت شغال في كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا، لكن دونت جو فور ديفنسيف. ديفنسيف انك بتدافع مباشرة بدون حتى ما تسمع وتمتص لقدامك. فأول حاجة هاف تو ستي كالم، دونت جيت ديفنسيف مود، دونت بليم اذرز. في واحد عمل له مشكلة حتى لو غلط عنده يقول لا مش انا عملتها، ما هو اصل عشان البروجكت مانجر عمل كذا ما عملش كذا، اصل عشان فلان. لا دونت بليم اذرز يور يس بينيفول، يعني هو دوت مؤلم الفيدباك، بات نو بين نو جين. دايما تفتكر لما تاخد فيدباك نو بين نو جين. فيدباك ساعات بيبقى مفيد، ساعات بيبقى ممكن يكون امبروفمنت لنفسك، خاصة لو في اول السنة ولسه الابريزل اخر السنة، فتاخد فيدباك في الاول كده تطور وتهندس نفسك بشكل اقوى. ريسيفرز فيدباك بارير، ممكن الريسيفر يفيل الاجنورنت، يعني ساعات لما المانجر بيسال في الفيدباك، الفيدباك ساعات ما مش بيجيله، يعني ما حدش بيديله فيدباك. فسبب ان حدش بيدي فيدباك ان ساعات اللي بيدي فيدباك الموظف غلبان خايف ان مديره يأذيه، فمش بيدي مثلا فيدباك. مثلا في بعض الثقافات زي شرق اسيا معروف دايما ان هم عمرهم ما يعملوا ديس اجري مع المدير بتاعهم، المدير قال لهم اكس يمشي اكس، واي يمشي واي، ما عندهمش ان هم يعارضوا المدير بتاعهم. بيست براكتس، بي اوير اوف يور نون فيربال كوميونيكيشن، بي اوير اوف يور فولورز نون فيربال كوميونيكيشن، اسك سمارت كويشنز. مهم جدا عشان تسال على فيدباك الكويشن بتاعك يكون سمارت. الف انا عايز اخد فيدباك عن السيشن دلوقتي، اسالك ازاي؟ ممكن والله يكون في اجريسيف شويه كده في كلامي واقول لك طيب انا عايز اعرف بقى انت فهمت اللي انا قلته ولا لا؟ حاسس انك ايه يعني فهمت انا قلته ولا لا؟ فانا بقى كده بيقول ايه؟ هنا ده باد اكزامبل، بيقول ايه؟ Majorly what I just said. ممكن ايه قلت دلوقتي so that I can be sure you will not make a mistake again. يعني بقول لك ممكن ايه قلت دلوقتي عشان اتاكد انك مش هتعمل غلطه دي تاني، يعني فيري اجريسيف. لا ايه لو انت مش متاكد انك مش هتعمل تاني، فجاي بقول لها this will probably result in defensive behavior، هيخلي اللي بيسمعك واخد ايه defensive mood. لكن فوتوها ازاي؟ now tell me what you are going to do so we will be sure that you are in that agreement. ده مثال. مثال حلو تاني، will you tell me what you are going to do so that I can be sure and I explain and to sure that I explain myself clearly عشان اتاكد ان انا وصلت كلامي كويس. فده حطه ازاي تسال على الفيدباك. في اي سؤال؟ الجزء بعد كده هنتكلم على الكونفليكت مانجمنت. الكونفليكت مانجمنت يعني موضوع مهم جدا، واحيانا كتير بتحصل كونفليكت في شركات وفي التيم جوه التيم وبين التيم وبعضها. ازاي تمانج الكونفليكت دوت؟ الكونفليكت ان عندك حاجه من الاثنين، يا اما تروح ناحيه مصلحتك ناحيه نفسك او ناحيه الناس. فهيطلع هنا ثلاث حاجات، سوري هيطلع خمس حاجات، هيطلع اكوموديشن او هيطلع كولابوريشن او نيجوشيشن او افويدنج او فورسنج. ده كله كده ايه واحده واحده خلاص. افويدنج كونفليكت ستايل، افويدنج كونفليكت ستايل دوت انك بتحاول تتجنب الكونفليكت. الكونفليكت دوت مش حاجه مهمه قوي، انت بتحاول تغض الطرف عنه، مش بتحاول تخش في الكونفليكت دوت، تحاول تديليجيت الكونفليكت لحد دي. يعني انت مش عايز تصطدم مع الشخص دوت عشان يهزك، فانت بتحاول تنسايد. مثلا جالي انترفيو مع واحد دفعتي، انا مش عايز اعمله انترفيو، ممكن يحصل كونفليكت، اسال اسئله صعبه غصب عني عشان ابين ان انا يعني مش متحايل ليه ولا حاجه، فطبيعي افويد، اطلع بره الايه؟ الانترفيو ميتنج دوت، خلي حد تاني يعمل انترفيو. فساعات الافويدنج يبقى كويس. فالافويدنج بس ان هو بيمنتين الريليشن شيب خلاص، يكون احيانا بيتم عنه النو ريزوليوشن، بعض الاحيان لما افويد المشكله تظهر المشكله موجوده، بس احيانا مشكله صغيره ممكن اعملها افويد. هو الكونفليكت از تريفيال، انت بتستخدمه لما يكون الكونفليكت تريفيال، when your stack is not high، لما يكون دورك مش كبير في الرد او في الحوار او في الموضوع ده. طيب اكوموديشن كونفليكت، الاكوموديشن كونفليكت دوت، الاكوموديشن كونفليكت بريفلي جيفز ان ذا اذر بارتي. الاكوموديشن مع ناس تيعجبك، ودي حقيقه حاجه مهمه جدا. احيانا بيبقى سيتويشن يا اما وين لوز لوز وين لوز لوز وين وين، احيانا بيبقى بيتر انك تلوز وغيرك
win. لو موقف عبيط اهبل ودخلت اتحدى مع حد قوله خلاص انت صح مش مشكله عديها عادي كده انت بتكسب الشخص دوت very well. انت كده صحيح situation انت ما كسبتوش بس ولا حاجه بس احيانا محتاج to lose عشان اخي win عشان خاطر to keep relations كويسه. relations دي ممكن تبقى شغل اخوه محبه حاجات فيه كده حتى في حالنا الشخصيه بره يعني بره البيت حتى دي يسموها سياسه التوافق خلاص. فالتوافق ده مهم جدا في انك تاكوميديت الشغل بتاعك خلاص. بعض اللي مش هخش في الكلام النظري كتير شويه دي فورسنج يعني انت بتفورس سوليوشن في اتجاه معين تقول لا هنعمل كذا ودي تكون عندك باور عشان تحلها. يعني يجي المدير شايف في كونفليكت يقول لا التيم الفني هو اللي هيعملها خلاص كده كونفليكت حل. ليه؟ The better decision is forcer is correct خلاص. overuse leads to hostility يقول لك ان الاوفرنيوز بتاعه خطر خلاص. ودي بيبقى موجود المانجرز هم اللي بيدوروا او الناس اللي عندهم باور سواء اكسبرت باور او فيجر اللي هو يستخدمها. فدي الفورسنج ستايل. نيجوشيشن انك تبدا تناقش حول كيف الحل عيبه ان هو بياخد وقت اطول خلاص. كونفليكت از ريزولفد سوري نيجوشيشن از ريزولفد كويكلي كان بي تو سوفتوير ديسيجن في كولابوريتنج يكون في نوع من التعاون نوصل بيست سوليوشن عيب ان هو بياخد وقت طويل شويه وده برضه كلام نظري. كده هخش بعد كده في الماركت يور بزنس. اوكي دي اخر بارت هتكلم فيه في السيشن النهارده وده بارت بقى لو انت عندك بزنس كويس قوي او انت ما عندكش بزنس وبتفتح تفتح بزنس فايه الفورسز اللي لازم تفكر فيها قبل ما تفتح البزنس دوت مثلا على الماركت بتاعك اللي هم الفور بيز واللي هم الفور سيز. اوكي طيب فاول حاجه لازم تفكر انت لازم تعمل سيرفيس ولا جود ولا جودز او برودكتس. ايه فرق السيرفيس والبرودكت؟ انت عارف؟ بالظبط مثال خدمه بتتقدم زي الاتصالات دي خدمه كويس. طب والبرودكت؟ البرودكت زي اي منتج بنشتريه بنستعمله منتج غذائي صح. السيرفيس حاجه غير ملموسه خلاص. البرودكت حاجه ملموسه مثلا التيتشنج او تريننج هي سيرفيس لانها حاجه غير ملموسه انتجبل ما ينفعش امسك الاشاره. وفي نفس الوقت السيرفيس دايما غالبا بتقدم في نفس الوقت اسمها التيرسي يعني في نفس الوقت. لكن البرودكت لا ممكن اعمل برودكت يقعد شهور على ما يتباع. فمثلا كونسلتيشن سيرفيس تقدم في نفس اللحظه كونسلت بقدمها لكن ايفون ده برودكت ممكن يقعد في الستوك فتره لحد ما يتباع. فدي كده مقارنه على الفرق بين البرودكت والسيرفيس انتنجبل نون انتنجبل دوت يونيك سيميلر ليميتد تو وان كاستمر ممكن يبقى في كذا كاستمر يعني نقدر نراها يعني بشكل او باخر بعدين. بس اهم حاجه على اسلوب الفكر ايه الفرق بين الاثنين؟ السيرفيس والبرودكت. واتس ذا ماركت؟ البروجكت يعتبر سيرفيس. نعم؟ البروجكت يعتبر سيرفيس. على حسب البروجكت ده في حد ذاته يعتبر سيرفيس لكن يطلع ببرودكت. وعلى فكره في حاجات فيها الاثنين في حاجات تحتوي على سيرفيس وبرودكت يعني حاجه في الجري اريا حاجه لا تصنف سيرفيس ولا تصنف برودكت معين. مثلا مثال التيتشنج في حد ذاته هو سيرفيس بس افرض انا حبيت اعمل السيرفيس دوت على السي دي وابيعه تحول لبرودكت صح؟ في برودكت في الماركت بيتباع. قراءه القران القران في حد ذاته كقراءه سيرفيس لانها مش تنجم هطلع على السي دي او على الهارد ديسك وابتدي اعمل لها بقت برودكت ممكن الناس تروح تشتريها. فممكن سيرفيس تحول لبرودكت او برودكت تحول لسيرفيس فحاجات فيها الاثنين مع بعض. وانت بتعمل بروجكت لازم تفكر جدا ايه هو السيجمنت بتاعك. انت ناوي تخاطب مين؟ ناوي تخاطب انهي سيجمنت او قطاع من الماركت بتاعك ده؟ فالسيجمنت از فيري امبورتنت. السيجمنت ممكن يكون جيوغرافيك والله عاوز اعمل برودكت خاص باهل الرياض اهل مكه اهل مكه والمدينه مثلا. عاوز اعمل بروجكت مثلا للميدل ايست عايز اعمل مثلا برودكت معين لاوروبا برودكت وات ايفر. ديموغرافيكس حد يعرف ايه كلمه ديموغرافيكس؟ صحيح بس انت لازم كان اعمار وسن الناس وحالته الاجتماعيه ديسوغرافيكس ليبيا خلاص هتشوف حاجه دي الجيوغرافيك سيجمنتيشن لازم ابص على الريجن والستيت والكانتري والسيتيز اللي الناس شغاله فيهم واقدر ان اطلع هل الماركت بتاعي يمشي هناك ولا لا. الديموغرافيك زي الايدج اند لايف سايكل لايف ستيج الجندر الانكم جنريشن سوشيال كلاس. مثلا مثال هنا بتكلم على
طيران ده درجه اقتصاديه ده البيزنس. انا بلعب على مثلا الانكم او الليفل او ديفر الجرافيكس مثلا ده عامل شلون بيقول لي الاطفال بيلعبوا على السن اللي هي لايف ستيج فانا بحاله عمريه. هنا عامل شامبو للبن بتاعنا دوت الماركت ازاي بتحكم في السيجمنت ده بيتكلم على الجندر اللي دوت البن ساعات بتكتب بالجوز ساعات مثلا زي سنتر عامل فاميلي عامل الومن الومن الحامل الراجل الصغير كل ده تعتبر سيجمنت يعني بيتكلم في سيجمنت معين. فهو انت بتعمل برودكت ما تقعدش عامل برودكت وخلاص حدد السيجمنت بتاعك انا هتارجت مين انا هعمل سيشن شهر هتارجت مين هل هتارجت الطلبه الاندر جرادويت ولا البوست جرادويت ولا هتارجت الناس المتخرجين هعمل المشروع بتاعه الناس اللي بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوش او بيشتغلوا شغلانه عندهم وقت لازم تحدد ايه هو التارجت ماركت بتاعك. مهم جدا انك تهتم بالكالتشر. الكالتشر مهم جدا وانت بتعمل بروجكت لازم تعمل برودكت يماتش الكالتشر بتاعك. الاختلاف الثقافات خصوصا في المملكه هنا ممكن ينجح مشروع ممكن يفشل مشروع. فهقول كده فيديو انترستنج ما اعرفش انا في هنا انترنت مش مسلم ولا ايه؟ في انترنت كده هو؟ هو تقريبا كونكتد اوريدي شغل الواي فاي بس بتاع I'm
شكرا لك. 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 شك
هذا واحد عنده بزنس مثلا في ار بي سي دي اللي في دي اون سكراتش ما تقدر تجيب بقى بيت رجعها لورا مطوية.